يعطيكم العافية، حلقة خرافية بتمنى إنها توصل لمليون مشاهدة بفضل الله وفضلكم. رح نعمل بوزة آيس كريم، سموه مثل ما بدكم. يلا معي، أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من وصفاتي أنا فتفيتو أو فاطمة الشربات. اليوم رح نعمل آيس كريم أو بوزة أو جيلاتو، يعني سموه مثل ما بدكم. طبعا الوصفة هاي منتشرة على اليوتيوب بشكل مو طبيعي، والكل بيعملها بطريقته الخاصة أو بطرق يعني منقولة. المهم إنه عالم الآيس كريم أو عالم البوزة أو الجيلاتو عالم واسع، كل بلد إلها هيك الطريقة تبعيتها. أنا حاولت أن أعملها بطريقة سهلة. طبعاً في بتنعمل بالرز، وفي بنعمل بالبيض، وفي بنعمل بالكريمة، وفي يعني في قصص كتير هيك. أنا ما بدي أفوت ويعني أوجع راسكم بالقصص الكتيرة تاعت البوزة أو الآيس كريم. خلونا نعمل بوزة. هي في أساس للبوزة رح نعمله أو أساس للآيس كريم، ومنه رح ناخد ونضيف النكهات. أنا اليوم رح أعمل 3 نكهات، ولو هيك يعني بالطريق وأنا بشتغل ضل عندي كمية من الأساس ممكن أعمل نكهة رابعة، رح أتركها هيك يعني للأخير وأشوف شو رح يطلع معي. أنا عندي مثل ما انتو شايفين فراولة مجمدة ومانجا مجمدة، وعندي كاكاو. رح أعمل اليوم 3 نكهات، فراولة ومانجا وتشوكلت، وطبعا جنب الكاكاو في شوية قهوة سريعة الذوبان، وعندي عاد الشغلات الإضافات مثل الشوكليت شيب، وعندي كمان شوية بندق رح أحطهم مع نكهة الشوكولاتة، وعندي شوكولاتة كمان مثل ما انتو شايفين، وعندي كمان فواكه مجففة رح نضيفها لنكهة الفانيلا. يعني رح نشوف إيش رح نعمل. يلا نقول مع بعض المكونات. بسم الله. لعمل أساس الآيس كريم بلزمنا لتر حليب كامل الدسم، 2 كوب كريمة بودرة، 4 معالق حليب ناشف حليب بودرة، معلقة كبيرة عسل، ومعلقة كبيرة جيلاتين بودرة، وعلبة من حليب مكثف محلى. ممكن ناخدها كلها أو ناخد جزء منها. طبعا كل هذا رح يبين بالخطوات العمل، رح أحكي لكم بالتدريج إيش رح نعمل. أول شغلة رح ننقع الجيلاتين في حوالي نص كوب من المي المغلية، بنحركها وبنتركها جنبنا بحرارة الغرفة. الجيلاتين هذا ما رح نستعمله مرة واحدة أو دفعة واحدة مع الآيس كريم، لأنه إحنا رح ناخد نكهات، فأنا ما بدي أحطه من أول الخطوات ويمسك معي، لا أنا راح أحطه على كل إضافة من النكهات، وبالخطوات راح يبين معكم بالشرح. وبالخطوة الثانية راح ناخد الفواكه اللي جمدناها وراح نطحنها أو نخفقها مثل ما انتو شايفين. طبعا بتقدر تستعملي الهاند ميكسر أو الخفاء الكهرباء العادي تبع الكيك، ولكن بيفضل بالفواكه عشان بتكون متلجة انه نستعمل الهاند ميكسر، او ممكن تهرسيها على ايدك او اي هراسة عندك بالبيت. لازم نوصل الفواكه للدرجة هاي، شايفين يفضل انه تكون ناعمة جدا. بعدين بنحط شوية تلج مجروش، لازم يكون مجروش عشان المضرب ما يخرب، وبننزل باللتر الحليب وعليه الحليب البودرة وعليه العسل، وبنبلش نخفق لحد ما يصير هيك القوام. بعدين بننزل بالحليب المكثف المحلى، أنا تقريبا أخذت 3/4 العلبة، وبنخفق لحد ما يتضاعف الحجم بهالشكل. وهيك جهزنا أساس الآيس كريم أو البوزة أو الجيلاتو. بنحاول بالسباتولا انه نجيب كل الجوانب والقاع، يعني بنحاول نخلط منيح لحتى نضمن انه الحليب البودرة والعسل والحليب المكثف المحلى كله تقلب واختلط منيح. ما شاء الله الكمية هاي اغرتني انه انا اعمل اكتر من نكهة. انا حكيت لكم بالمقدمة انه حعمل 3 نكهات، لا واضح انه راح اعمل نكهات كتيرة. فراح ابدأ اول شي بنكهة الفانيلا والفستق الحلبي، لانه الاثنين هيك قريبين من بعض ولونهم فاتح. طبعا المانجا والفراولة بعد ما هرستهم حطيتهم بالفريزر ليرجعوا يتجمدوا تاني. اخذت هون كمية حوالي كوبين من اساس البوزة، حطيت عليهم نكهة الفانيلا، راح اعمل نكهة فانيلا، ومعلقة طعام من الجيلاتين المدوب
طبعا الجيلاتين هذا راح يكمل معنا طول الحلقة، ضروري يضلوا سائل، ما بدي اياه يجمد، ولو جمد دوبوه شوي على الميكرويف ثواني معدودة لحتى يرجع سائل. بنحط شوية فواكه مجففة، هاي اضافات يعني، لو ما بدك ما في مشكلة. وبعد ما نخلطهم منيح ونتأكد انه الجيلاتين توزع تماما بقلب الخلطة، بنحطها في قلب تابروير، ومثل ما انتم شايفين هيك بنساوي السطح، وبنرش على الوجه كمان شوي من الفواكه المجففة، وبنحط كيس نايلون، ضروري جدا كيس نايلون لحتى ما يتكون عندنا الكريستالات التلج اللي صراحة ما بتكون مرغوبة ولا محبوبة بالآيس كريم، وبنغطيها وعلى الفريزر لتاني يوم. راح اكرر نفس الخطوة مع كل نكهات اللي راح اعملها. انا هون راح اعمل طعم البوزة العربية، حطيت كوبين من كريمة الاساس، وحطيت نص معلقة صغيرة من الفانيلا الممستكة، ومعلقتين كبار من كريمة الفستق. وشوفوا هون الجيلاتين شوي جمد، فدوبته ثواني معدودة بالميكروويف لحد ما رجع سائل، واخدت معلقة منه وحطيته على الخليط. بنخفقهم شوي، وبنحط الفستق الحلبي، وبرضه بنحطهم بقلب كونتينر. طبعا بنرش الوجه بشوية فستق حلبي او مثلا خيوط من كريمة الفستق، يعني هاي كلها حسب الرغبة وحسب المتوفر. اهم شيء انه نحط نايلون ونضغط منيح لحتى نفرغ الهواء، ما نترك مجال للهواء انه يعمل لنا طبقة من التلج على وجه الايس كريم. هلا بالنسبة للفواكه، يفضل انه يكون عندنا لون نعزز فيه البوزة، وطعم كمان الفاكهة اللي بنستعملها. يعني أنا استعملت هون نكهة الفراولة واللون الأحمر لحتى أعزز من طعم ومن لون الآيس كريم. ونفس الخطوات، حطينا كوبين كريمة وكوب من الفراولة المهروسة ومعلقة من الجيلاتين السائل وقطرات من اللون لحد ما نصل للون اللي بنحبه. ملاحظة كتير مهمة بالنسبة للنكهات تاعت البوزة، خاصة الفواكه، لو عندك بالبيت جيلو على طعم الفواكه اللي بدك تستعمليه بالآيس كريم، ممكن تستبدلي الجيلاتين السادة المدوب بمعلقة من الجيلو تبع طعم الفواكه اللي راح تستعمليه. بتاخدي معلقة من الجيلو وبتدوبيها بمي سخنة، بتتركيها تبرد بهارات الغرفة، وبتضيفيها مكان الجيلاتين السادة، يعني البدائل متوفرة ويعني لك الخيار. راح أحضر هلأ شوية كروكان على بندق لحتى أستعملهم مع بوزة الشوكولاتة. هون عملت 5 معالق سكر، حرقتهم كراميل وبس أخذوا اللون البني الخفيف، نزلت بنص كوب من البندق المقشر الغير محمص وغير مملح، وبس اخذوا اللون البني الفاتح الحلو مثل ما انتم شايفين، صبتهم على سيلكون شيت وتركتهم يبردوا تماما لحتى اخذ منهم جزء واجرشه واضيفه للشوكولاته، ممكن ازين بالجزء الباقي. باخذ هون كوبين من اساس الكريمه وبضيف كاكاو، هون انا تقريبا ضفت نص كوب، وبيرجع لرغبتك انت، بيرجع كمان لنوع الكاكاو، واستعملت كمان كاكاو اللي هو النوع اللي بيكون محلى اللي بنشربه بدون ذكر اسماء او ماركات. طبعا لان الكاكاو مر وانا ما حليت، والحلاوة الكريمة اللي استعملتها معتدلة، فبدنا كمان نظبط الحلا. اللي بده يضيف قهوة ما في مشكلة، هون ممكن اضيف انا شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة عندك متوفر بالبيت، ممكن شوكولات شيب خاصة او شوكولاتة عادية، ممكن تكسريها او تبرشيها وتضيفيها للايس كريم. واخدنا شوية كروكان وكسرناه وجرشناه، لازم نهز البوزة يا جماعة الخير ونطلع كل الهواء منها قبل ما نغطيها بالنايلون ونحطها بالفريزر لتاني يوم. رح اعمل هلأ اخر نكهة لانه ما ضل كريمة كتير. عندي كابتشينو، انا احترت صراحة شو اعمل، فدورت عندي لقيت عندي باكيت كابتشينو بدون سكر غير محلى، وبيجي معه مغلف صغير كاكاو استعملته، ودورت بالتلاجة لقيت عندي بواقي توفي، قلت برضو رح استعملها. طبعا لو كان عندي توفي اكتر من هيك كنت حطيت، يعني كنت احط تقريبا نص كوب من التوفي عشان انتو لو عندكم تستعملوا. حطيت معلقة كبيرة من النسكافيه ورشة من الهيل الناعم، وطبعا ما تنسوا الجيلاتين السادة، وخفقتهم بالمضرب الكهرباء مثل ما انتم شايفين. وهيك انا خلصت كل كمية الجيلاتين اللي استعملتها اليوم. طبعا عالم البوزة عالم واسع ونكهاته لا حصر لها، ممكن نحط قطع كيك او بسكوت او نعمله بنكهات مثلا التشيز كيك او اللوتس،
يعني عالم واسع. أنا أعطيتكم الأساس وإنتوا عاد اخترعوا زي ما بدكم. برضو راح نسكبهم بقلب كونتينر ونرش على الوجه رشات من نسكافيه أو قهوة اللي بدكم إياه. طبعا ممكن نقدمها مع بسكوت، وهذا النوع هذا من البسكوت روعة، هش جدا، يعني بيشبهني بالميلفوي. وجينا لليوم الثاني وشوفوا هالمناظر اللي بتشهي، بتمنى تكونوا معي وتذوقوا كمان. صراحة اشي فاخر من الاخر، طعم ولزازة غير متوقعة. انا دمجت العسل مع الجيلاتين. طبعا انتو ممكن تعملوه بكريمة بس، ولكن الكريمة بمجرد ما بتسكبوها بتدوب بسرعة، ولكن الجيلاتين والعسل هي عوامل ربط، فمش حابين تستعملوهم ما في مشكلة، ولكن انا بحب اشرح لكم بكل شفافية اللي بيصير معي بالضبط. بلشنا نسكب، شوفوا هالجمال. طبعا المقطع هذا 12 دقيقة، لانه شوفوا ما شاء الله عندي 6 نكهات، كل علبة بطلع منها 4 طابات او 4 سكوبات، فطبعا بتاخد وقت، فانا لخصتهم في دقيقة وشوي، يعني حوالي دقيقة و22 ثانية. فبتمنى الجهد المبذول في هيك حلقات انه يلاقي استحسانكم وتشجيعكم ودعمكم وشير، لحتى الناس اللي بتحب هيك وصفات يعني يستفيدوا منها. طبعا طعم المانجا خرافي، وكله كله عن جد كتير كتير زاكي. وبهيك بكون وصلت لنهاية حلقتنا اليوم الشيقة والممتعة. أنا عن نفسي استمتعت جدا بالشغل بالحلقة هاي، رغم أنها متعب كتير، وبتعرفوا أنت الشغل بالشو كتير بيكون متعب وعلى مدار يومين. فبتمنى تعجبكم، وحطوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالحلقة، ولا تنسوني بسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. بتمنى هالحلقة توصل للمليون مشاهدة، لأنه الشغل والمعلومات اللي فيها عن جد بتجنن. أنا استعملت بالزينة شغلات كتير، تشوكلت وفريز وصلصات وقطع كروكان. انتوا اخترعوا، عندكم الأساس، وبتمنى تكون عجبتكم. سلام.